أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوة نت: الحرب تكشف عن مديرية يمنية تعيش أوضاع الخمسينيات. من الموقع بوست: البدء بترميم وإصلاح الطرق المتضررة من الإعصار في سقطرى. من القدس العربي: السجن ستة أشهر لرجل أرسل 7000 رسالة إلى طليقته. أهلا بكم. من تفجير المنازل ودور العبادة إلى تفجير خزانات المياه، هذا جزء من مسيرة ميليشيا الحوثي في البلاد، يعنون موقع المشاهد نت. الحديدة: تفجير الخزانات المركزية لمشروع مياه مديرية حيس. قال سكان محليون للمشاهد أن مسلحي جماعة الحوثي قاموا بتفجير الخزانات المركزية لمشروع مياه مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة والواقعة بقرية بني زهير. وأضاف السكان أن الميليشيا فجرت خزانات مياه الشرب وهي لا تزال تحت سيطرة مسلحي الحوثيين، داعين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى استكمال عملية تحرير قرى مديرية حيس وتأمين المشاريع الحيوية فيها. تكاد مديرية الوازعية تكون أكثر أرياف تعز تضررا من ويلات الحرب، فقد جرت الأحداث فيها على نحو مهول، ولعل وضع المديرية البائس قبل الحرب كان من العوامل التي أدت إلى أن تتحول بالحرب مديرية منكوبة بامتياز، إذ كان لغياب الدولة بخدماتها الصحية والتعليمية وغيرها أثر واضح في بقاء المديرية على حياتها النمطية، من فقر وعوز وركون إلى الحياة البدائية، حتى أن الزائر لها يخرج منها بانطباع أن التاريخ هنا لم يتزحزح قيد أنملة منذ 70 عاما. يتابع الصحوة نت: مظاهر الحياة البدائية طاغية وملامح العصرنة تكاد تكون منعدمة إلا من بعض المظاهر السطحية هنا وهناك، والتي قامت بها أو قامت على مجهودات فردية. وجاءت الحرب لتسجل حقيقة مؤلمة تتمثل في أن ويلات الإمامة الجديدة وصلت إلى كل قرى وعزل المديرية وبالجملة، قبل أن تصل إليها خيرات الثورة والجمهورية التي قامت قبل 66 عاما، ولم يجد الناس هنا منها غير مغالطة الإعلام وزيارة مسؤولين كثر في فترات الانتخابات. الآن تحررت الوازعية وخرجت من معتقلها الأسود بقلب دام وجراح مثخنة وعظام مهمشة، خرجت وثمة حلم يعيشه كل أبنائها الذين يحلمون بالعودة إلى الديار والخروج من كابوس الشتات واستئناف حياتهم الطبيعية بعد أن طحنتهم أعاصير الموت. وهنا أصبح لزاما على الجهات المعنية وفقا للتقرير أن تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية تجاه هؤلاء، بدءا بتأمين طرق العودة إلى قراهم وبيوتهم وتحديد طرق آمنة لا تفاجئهم بها ألغام الموت، ويكفيهم ما فقدوا من أبناء وآباء ممن طحنتهم الحرب أو ممن أكلتهم الشعاب والوديان. قضية تعز باختصار وبلا رتوش، تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله في العربي الجديد، مضيفا في فقرة من المقال. ذات موضع تعز في قلب المشروع الوطني اليمني على مدى عقود من تبلور المشروع الوطني اليمني كأحد حوامل هذا المشروع بكل روافده الثقافية والسياسية يسارا ويمينا ووسطا. هذا المشروع الذي تعمد حديثا بالكفاح المسلح والمقاوم في وجه الانقلاب الطائفي، الذي حاول استعادة المشروع الإمامي من خلال بوابة ضرب تعز والإجهاز عليها كبارها عقبة أمام هذا المشروع الطائفي الكهنوتي، ففشل هذا المشروع فشلا ذريعا أمام صمود هذه المدينة وإصرارها وتكتلها في سبيل مشروعها الوطني الكبير. ما يجري في تعز اليوم جزء من مخطط الاستهداف للمدينة ولمشروعها من الطرفين، الانقلاب الكهنوتي داخليا
وتحالفاته مع أجنحة داخل الأحزاب السياسية اليمنية المنقسمة والمخترقة من المشروع الإمامي ومشروع الثورة المضادة الذي يتصدر أجندته ضرب كل حواضر مشروع الربيع العربي الديمقراطي وحوامله. ولعل الأهم في الأمر أن تعز مثلت محضنا وطنيا لكل الأفكار والتيارات السياسية والثقافية في المشهد اليمني عقودا طويلة، وظلت منبعا لكل القيادات الحزبية التي تصدر بعضها المشهد السياسي الوطني منذ ما قبل ثورة 26 سبتمبر عام 1962، بما تتمتع به هذه المدينة من ذوابب للعصبيات القبلية والمناطقية والطائفية وطغيان السياق السياسي المدني الوطني والحزبي في أوساط نخبها ومثقفيها. قال موقع المصدر أونلاين إنه استمع إلى شهادات صادمة أدلى بها معتقلون سابقون في سجن يقع ضمن مقر قيادة التحالف البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وقال الموقع إن السجن الواقع ضمن معسكر التحالف في البريقة يعتبر بمثابة المعتقل المركزي الرئيسي للإمارات، ويديره محققون وضباط وجنود إماراتيون، ويحرسه مجندون من جنسيات أجنبية، فيما تدار المعتقلات الأخرى من قبل تشكيلات أمنية وعسكرية موالية لها كالحزام الأمني. وبحسب الموقع ووفقا لإفادات معتقلين، فقد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي في الأيام الأولى لاعتقالهم وقبل التحقيق حتى يبلغ المعتقل مرحلة التأهيل النفسي للاعتراف، ويسألهم بماذا يريدون أن يعترف وسيفعل. في بعض الحالات يملى الاعتراف على المعتقل ليتم توثيقه صوتا وصورة. ويقول المصدر أونلاين أن هناك أساليب وطرق تعذيب مختلفة تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يمارس في سجن التحالف الذي تديره الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال مدير أمن عدن الملحق بمنزله. وثمة سجون أخرى يقول الموقع أنه لم يحصل على شهود عليها وتمارس فيها صنوف تعذيب متفاوتة، كما يؤكد حصوله على معلومات تفيد بأن هناك أشخاصا قضوا متأثرين بالتعذيب، لكن هناك من قضوا جراء الحرمان من الدواء. ولتوثيق واقعة وفاة في السجن، قال تقرير الموقع إن أمن عدن نشر تسجيلا مصورا في موقع يوتيوب يتضمن اعترافات شخص يدعى شكري السقاف بأنه ارتكب جريمة دار المسنين في عدن. تشير معلومات إلى أن السقاف تعرض لتعذيب شديد في سجن شلال، ويقول سجناء أن السقاف اختفى من السجن بعد أسابيع على اعتقاله بعد تدهور حاد في حالته الصحية جراء التعذيب، وعلموا لاحقا أنه توفي. إيران تعد الأماكن والعناصر ومجلدات الخطابات التعبوية انتظارا للاحتفال بالذكرى 40 للثورة الإيرانية العام المقبل. لا شك أن تلك الثورة شكلت حدثا مهما على المستوى الدولي، لكن ذلك الحدث حمل كثيرا من علامات الغموض، وإن أطلق صرخات الاندفاع الثوري أو أطلق شعارات التقدم والحرية والديمقراطية. هكذا بدأ وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: بعد سيطرة الخميني وأنصاره على حلقات السلطة ومفاصل النظام اندفع إلى العنف الدموي ضد كل من فاحت منه رائحة الاختلاف مع توجهات الخميني وليس المعارضة. مئات من الذين ناصروا الثورة كانوا من أوائل ضحاياها، كثيرون من الثوار كانوا مع الخميني في منفاه العراقي ثم الفرنسي، انتهوا إلى الإعدام أو المنفى. الحسن بني الصدر رفيق الخميني في مواجهة نظام الشاه وأول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هرب من طهران متخفيا ناجيا برقبته من النهاية الدامية. صادق قطب زادة أقرب المساعدين للخميني في منفاه وأحد رموز الثورة، انتهى إلى الإعدام ومعه العشرات. قال بني صدر إن الخميني قال له بعد أول انتخابات في الجمهورية الجديدة: لا يهم رأي الناس، المهم رأي رجال الدين. أسس المرشد الأعلى للثورة الحرس الثوري ليكون القوة الضاربة له تفرض ما يقرره. فوجئ رئيس الدولة بني صدر منذ الأيام الأولى بقرارات يصدرها المرشد منفردا من دون الرجوع إليه، ويجري اتصالات مع أطراف خارجية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. منذ البداية اتجه الخميني إلى سياسة المواجهة والقوة في الداخل والخارج، وضع نفسه فوق الجميع،
وتوج ذلك بصياغة الدستور الإيراني الذي جعل المرشد صاحب الأمر والنهي من خلال دسترة ولاية الفقيه في غيبة الإمام المنتظر. جعل من إيران دولة لاهوتية موصوفة بتكريس المذهب الجعفري في صلب الدستور، وهو بذلك بنى سدا عاليا بين إيران والغالبية الساحقة من المسلمين السنة. مشكلة إيران المزمنة هي خيارها العنيف العابر لحدودها الذي تصدره في صناديق السلاح والمال والأيديولوجية الطائفية على أكتاف شبابها الذين ترسلهم أرتالا إلى خارج حدودها، وشبكات المال المشبوهة العابر للقارات، وافتعال الحروب الطائفية في مشارق الأرض ومغاربها. أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على نهب وبيع مولدات ومعدات ثقيلة تابعة لدائرة الأشغال العسكرية في العاصمة صنعاء تقدر بمئات الملايين، وعلق موقع سبتمبر نت: ميليشيا الحوثي تنهب أصول دائرة الأشغال العسكرية بصنعاء وتبيعها للتجار. أكدت مصادر مطلعة وأخرى مطابقة أن مشرف ميليشيا الحوثي المدعو أبو عمار الهادي أقدم على نهب عدد من المولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة الخاصة بدائرة الأشغال العسكرية من داخل مخازن الدائرة الكائنة بحي سعوان. ولفتت المصادر إلى أن المدعو أبو عمار وجه المهندسين والعاملين بدائرة الأشغال العسكرية بإخراج المولدات والمعدات من داخل المخازن ووضعها في حاويات، زاعما حرصه عليها من أي تضرر جراء غارات مرتقبة لمقاتلات التحالف العربي. وطبقا للمصادر، فإن أبو عمار مع عدد من عناصر الميليشيا قاموا بنقل المولدات الكهربائية والمعدات وأخرجوها وباعوها لتجار محليين من بينهم مؤسسة أبو الرجال التجارية بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الريالات. ووفقا للمصادر، فإن مشرف الميليشيا ذاته قام بنهب وبيع عدد من المحطات باهظة الثمن خاصة بتحلية وتنقية المياه والتي كانت مخصصة لمعسكرات الجيش الواقعة في المناطق الساحلية وداخل الجزر اليمنية. تحدث الموقع بوست عن جزيرة سقطرى، وعنون الموقع في صفحته الرئيسية: البدء بترميم وإصلاح الطرق المتضررة من الإعصار في سقطرى. قال الموقع أن محافظ سقطرى رمزي محروس دشن خطة لعملية شق وإصلاح وترميم الطرق التي تضررت جراء إعصار مكانو في منطقة حيبق حبشة. وأكدت السلطة المحلية أعدت خطة استجابة شاملة لمواجهة الأضرار المادية والبشرية التي خلفها الإعصار، وتأتي هذه العملية ضمن أولويات خطة عمل السلطة المحلية لتذليل الصعاب ورفع المعاناة وتمكين المواطنين للتنقل واستمرار الحركة بين كافة مناطق وقرى سقطرى. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تحدثت صحيفة الحياة اللندنية عن اشتباكات في صنعاء، ونقلت عن مصادر مطلعة نشوب اشتباكات بين موالين للصماد ومرافقي خلفه في رئاسة المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وقيادات أخرى حاولت دخول القصر الجمهوري لعقد اجتماع. تضيف الصحيفة: تأتي الاشتباكات في ظل اتهامات متبادلة بين قيادات الميليشيا حول الجهة التي أرسلت معلومات إلى طيران التحالف عن مكان وجود الصماد الذي قتل في محافظة الحديدة أخيرا. وأفاد أحد الوجهاء في نهم محمد الشليف بأن الفرصة أصبحت مواتية لتقدم الجيش نحو صنعاء التي تعيش أوضاعا مأساوية يعانيها المواطنون في ظل خلاف حاد بين جناحي الميليشيا العسكري والسياسي نتج عنه عزل كثير من القيادات الموالية لصالح. وأكد الشليف أن الوضع الداخلي دفع الجيش والمقاومة إلى وضع اقتراحات لخطة عسكرية يتم تنفيذها للتقدم نحو صنعاء.
صحيفة العربي الجديد تغطي جزءا من البلاد التي شهدت أضرارا نتيجة إعصار ميكونو. عنونت الصحيفة: انهيار منازل وانقطاع اتصالات كليا في مدينة حوف اليمنية إثر الإعصار. قالت الصحيفة: انهار عدد من المنازل وخرجت شبكة الاتصالات بشكل كامل عن الخدمة في مدينة حوف شرقي اليمن جراء الرياح الشديدة المصاحبة للإعصار. وقال راجح باكريت محافظ المهرة شرقي البلاد في تغريدة عبر تويتر أن الرياح الناتجة عن الإعصار تسببت في خروج شبكة الاتصالات في حوف بشكل كامل عن الخدمة وسقوط عدد من أبراج الاتصالات وانهيار بعض المنازل، إضافة إلى انقطاع خدمة المياه عن المنازل في المدينة. وأشار إلى أنه وجه الجهات المعنية بإرسال 20 سيارة محملة بمياه الشرب و10 سيارات دفع رباعي محملة بمادتي الديزل والبنزين و3 شاحنات كبيرة لإنقاذ وتقديم المساعدة إلى سكان حوف. عن ليلى الفلسطينية كتب خيري منصور مقاله في صحيفة الخليج مضيفا في جزء من المقال: لم تكبر الطفلة ليلى غندور ابنة الثامنة بحيث تصبح صبية يندرج اسمها مع ليلى العامرية وأية ليلى أخرى في عالم انتهى فيه الحب والجنون والعذرية. ليلى الفلسطينية لم تحتمل الغاز السام وفارقت الحياة، ولم يكن بيدها الصغيرة حجرا أو حتى مبردا للأظافر، وحملها أهلها في تلك الظهيرة السوداء احتجاجا وشجبا لقرار أمريكي فتح أبواب الجحيم على مصاريعها. وحين شاهد العالم جنازتها التي مشى فيها البالغون فقط وكان يجب أن يمشي فيها ملايين الأطفال من هذا العالم، لم يبقى أب أو أم لم يصب بالقشعريرة. فالاستباحة شملت الطفولة كلها، ومن يقتل طفلا كمن حكم بالإعدام خنقا على كل الأطفال. ستكون لليلى الفلسطينية للعامرية هذه المرة حكاية أخرى، ليست من عالم العذرين وأشعارهم، بل من عالم بات مهدد بانتزاع الآدمية وتحويل المهدي إلى تابوت في أقل من دقيقة. ولم تكن ليلى هي الأولى في هذه الدراما، سبقتها أخريات من الشهيدات الصغيرات سنا والكبيرات بمقاس آخر لا علاقة له بشهادة الميلاد. أذكر أن شاعرا أمريكيا هو روبرت فروست الذي كان مقربا من البيت الأبيض في عهد الرئيس جون كينيدي كتب قصيدة عن جنازة طفل، وكان سبب موته شيئا آخر غير الغاز السام الذي يطلقه الاحتلال، وقال إن أسوأ ما يفعله الكبار والبالغون هو نسيان مشهد ذلك الطفل ثم الانصراف لاحتضان أطفالهم الأحياء. إذن لماذا طلقها طالما أنه مغرم بمراسلتها والتواصل معها إلى حد أنه بعث إليها آلاف الرسائل خلال أسابيع؟ عنوان لصحيفة القدس العربي: روماني يطارد مطلقته ب7648 رسالة نصية في النمسا خلال 6 أسابيع. قالت الصحيفة إن محكمة في كلاجنفورت بالنمسا أدانت رجلا أرسل إلى مطلقته 7648 رسالة نصية خلال حوالي 6 أسابيع بتهمة المطاردة وتوجيه تهديدات خطيرة. وحكم على المواطن الروماني البالغ من العمر 33 عاما بالسجن لمدة 6 أشهر مع الإيقاف والخضوع للمراقبة. تضيف الصحيفة: وانفصل الزوجان في وقت سابق من هذا العام بعد 6 سنوات من الزواج، ورد الرجل على الانفصال بإرسال وابل من الرسائل بما في ذلك 50 رسالة هدد فيها المرأة. وقالت الزوجة السابقة للمحكمة أنها لا تعتقد أنه سيهاجمها، وسألت القاضية المدعى عليه كيف تمكن من إرسال العديد من الرسائل بمعدل حوالي 190 رسالة في اليوم والحفاظ على وظيفته في نفس الوقت، ورد الرجل أنه كتب معظمها خلال الليل. أبرز الأحداث التي شهدها العالم خلال الأيام الماضية كما ترويها صور صحيفة الجارديان والتي نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع:
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.